السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي في قناة عبد الواحد لايش. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة العثور على فتيات أجانب في الإنستغرام بطريقة سهلة وفعالة جدا. إذا كنت مهتم عزيزي المشاهد بهذا الفيديو، لا تنسى دعمي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بنفس المحتوى. أترككم مع إنترو القناة ونعود إلى الشرح مباشرة. مرحبا أصدقائي مرة أخرى في قناة عبد الواحد لايش. قبل أن نتطرق إلى الشرح إخواني، سوف أعطيكم نصيحة. عندما تقومون بإنشاء حساب على الإنستغرام، لا تقومون بنشر أي صورة مهما كانت. مثلا إذا التقطت صورة في الحي جانب الدكان الذي تقوم بشراء منه حاجياتك اليومية، لا تقوم بنشرها على الإنستغرام. أو إذا التقطت صورة مع صديقك في مكان ليس له معنى، أيضا لا تقوم بنشرها على الإنستغرام، لأنها لن تنفعك بشيء ولن تنفعك حتى مع العرب. لهذا لا تقوم بنشر مثل هذه الصور ليس لها معنى. التقط صورة في أماكن طبيعية مثل البحر، في الجبال، عند الشلالات، في أماكن خضراء، وقم بنشرها على الإنستغرام. أنا لا أقول لك اذهب والتقط صور في أماكن راقية جدا، فقط في أماكن طبيعية وبسيطة. لا تلتقطها في الشارع الذي تعيش فيه أو في جانب الدكان، فهذه الصور ليس لها أي معنى ولن يجيبك أي شخص على الإنستغرام. على كل حال، أول شيء سوف نحتاجه هو متصفح جوجل كروم. نقوم بالدخول إليه، ثم نقوم بكتابة في خانة البحث أسماء فتيات أجنبيات. سوف تظهر معنا نتائج البحث بهذا الشكل. ادخل أي موقع تجده أمامك، ليس بالشرط الموقع الذي سوف أستخدمه أنا. نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل. سوف نجد في الموقع أسماء كتر لفتيات أجانب. قم باختيار أي اسم تريده أنت، قم بنسخه بهذا الشكل كوبي، ثم نتوجه إلى الإنستغرام. نقوم بالدخول إلى الإنستغرام بهذا الشكل، ثم نتوجه إلى خانة البحث بهذا الشكل، ونقوم بلصق الاسم في خانة البحث بهذا الشكل ونضع بحث. سوف تظهر معنا العديد من الفتيات. قم بالدخول إلى حساب أي فتاة تجده هنا، لكن ركز معي هنا. إذا وجدت الفتاة لديها 60,000 لا تتواصل معها لأنها لن تجيبك. قم بالخروج وتوجه إلى حساب آخر وركز جيدا. مثلا هذا الحساب قد تجيبك، قم بإرسال فولو وانتظر حتى يتم قبولك وضع وأرسل لها رسالة. وثاني شيء، توجه إلى الأصدقاء التي قامت بمتابعتهم هي، قم بالدخول إليها بهذا الشكل. إذا لم يتم الدخول توجه إلى حساب آخر. نقوم بالدخول إلى هذا الحساب ونتوجه إلى مكان المتابعين، ونقوم بالبحث على فتيات أخريات في هذا المكان ونضع لهم متابعة. وبهذا الشكل يمكنك العثور على العديد من الفتيات الأجانب بطريقة سهلة وبسيطة، ولن تجد هذا الشرح على اليوتيوب لأنها طريقة محتكرة ولا يريدونك أن تعرفها لأنها طريقة فعالة جدا. أحسن تطبيقات التي أنصحك باستعمالها هي الإنستغرام والفيسبوك. يمكنك العثور على حسابات حقيقية. مثلا التطبيقات الأخرى للتعارف هي غير صادقة، وكثيرا تجد بها حسابات مزيفة. إنستغرام والفيسبوك يستعملونه بكثرة، وأيضا تويتر. تويتر أيضا يستعملونها الأجانب بكثرة. استعمل هذه التطبيقات رائعة وصادقة ولن تجد حسابات مزيفة كثيرة. وأتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.